له أشكال كثيرة جدا. أحيانا قد يرى الرجل زوجته بشكل قبيح أو يشم منها رائحة النتنة لا يستطيع البقاء معها. هذا ما يسمى أيضا بالربط الصرف. وأحيانا يكون الرجل يعطف على امرأة كما ذكرت فتاة تتعنت بشخص، وهذا بما يسمى بالعطف. ولذلك قرر الإمام محمد رحمة الله عليه أن نواقض الإسلام عشرة، وقال الناقض السابع هو السحر وهو صرف وعطف. جماع هذا كله هو اتفاق بين الساحر والشيطان، اتفاق بين الساحر والشيطان، يتقدم بأعمال يتقرب بها إلى الشيطان فينفذ له ما يطيع ويفعل له من صرف وعطف. ولذلك يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وهو مركب من تأثير الأرواح الخبيثة وانفعال القوى الطبيعية. فالساحر يقول كافر محارب لله ورسوله. فالله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فدلت هذه الآية الكريمة على أن السحر كفر وأن السحرة يفرقون بين المرء وزوجه، كما دلت على أن الذين يتعلمون السحر يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا أن ليس لهم عند الله من خلاق. الساحر ظالم، الساحر معتدي على الأعراض، الساحر يدعي علم الغيب. لو لم يكن من هذا الساحر إلا أن همه الأكبر هو أن يعبد العبادة لغير الله عز وجل. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فقد أشرك؟ بلى. طيب هذا في حال من يتعلقها، فكيف بمن يكتبها ويأمر الناس بتعلقها؟ هذا الساحر يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حاله: من أتاه كاهنا أو عرافا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب هذا الذي يسأل كفر بما أنزل على محمد، طيب المسؤول الذي فعل. طيب جاء رجل يقول: لا والله أنا أريد أن أسأل عن حظي وأسأل عن وضعي وأسأل عن بس من باب بس يعني حب الاستطلاع. يقول: لا تقبل له صلاة أربعين. هذا الرجل البئيس الذي اتخذ نفسه مركز من مراكز الدعوة إلى الشرك. ولذلك أيها الأحباب، ما يمكن يتم السحر للساحر إلا بتقربه للشياطين وكفره بالرحمن الرحيم. ولذلك من يعمل هذا لا يتعلم السحر ولا يذهب إلى السحرة ولا يتعلمه ويعتقد به إلا من خلى قلبه من الإيمان واستهوته الشياطين. السحر مصدر خطر والله على المجتمع، فهو آفة الآفات. كم من مجتمع انهد بناؤه، كم من مجتمع انهد بناؤه، كم من زوجة تطلقت، كم من بيت اندمر، كم من شريف وضعه، كم من لئيم رفعه ومكن له، كل ذلك بإذن الله وقدرته. فالله عز وجل يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحرة معول هدم في المجتمع، يهدمون عقائد المسلمين، يهدمون عقائد المسلمين بسحرهم وبطلاسمهم. فكم من بيت آمن شتتوه مقابل مبالغ ودريهمات يتقاضونها من ضعاف النفوس الذين يحبون أن يرون أولئك الأشخاص في فرقة وفي شقاق وفي عذاب تخبطهم الشياطين. كل ذلك لأنه لا يمكن أن يتم هذا العمل إلا بتزلف الساحر للشيطان. الحقيقة شيخ، يعني هناك مصالح مشتركة بين الساحر والشيطان. ما يمكن يتم السحر للساحر إلا بتقرب الشيطان له. يعني هناك مصالح مشتركة بين الساحر والشيطان. مش مصلحة الساحر حينما يعقد الحجاب، ما هي مصلحة هذا الساحر من الشيطان وما هي مصلحة الشيطان من الساحر؟ هذا الساحر مصلحة أمرين قررها رب العالمين في كتابه. لما جاب فرعون السحرة قالوا: لنا أجر؟ قال: نعم، لأنه يعرف حقيقتهم، ما يريدون غير الدنيا والوجاهة والمكانة. قال: نعم، وإنكم من المقربين، تعال أعطيكم، خليكم أقرب الناس، بس كونوا معي. لكن كونوا معي. طيب وش هدف الساحر الشيطان؟ هدف الشيطان هو جلب العباد، تعبيد العباد لغير الله جل وعلا وتعليقهم، وهو أحيانا ينوع لهم طرق الإضلال فيأتيهم من باب الشرك. عجز عنه جاءهم من باب البدعة، عجز عنهم جاءهم من باب الكبيرة ثم الصغيرة، حتى يشغل حتى في المباحات، ثم إذا أسقطه بدأ يكرر حتى يوقع في الشرك. إذا الشيخ عدنا اتفق هذا اللقاء هو لقاء بيان التوحيد حقيقة ومن الأهمية بمكان، ما في شك. فالتوحيد يعني الشرك، عفوا السحر شرك واستعانة بالشياطين. فهذه الحلقة هي حقيقة بيان وإيضاح لمعنى ولقدر التوحيد في قلوب المؤمنين. ولذلك يا شيخنا الحبيب، يعني تخيل
يعني كيف تدرج الشيطان معه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جنس العرب، لكن بالتحريش بينهم، بدأ بقضية التحريش، يعجز ثم يبدأ يدرج له. الحقيقة شيخ يعني من أعجب من تكلم عن هذا الجانب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الذي استطاع أن يدخل في دهاليز هؤلاء. ما من قضية ضبطوها إخوانكم من رجال هيئة إلا وشيخ الإسلام رحمة الله عليه قد احتسب على مثلها. ولذلك سبحان الله العظيم ما في قضية يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وما أجد يخالف هذا الكلام إلا نقول الخلل عندنا نحن. ولذلك يصف شيخ الإسلام ابن تيمية حال أولئك السحرة، يقول هم لا يتطهرون ولا يتوضؤون، يكون الواحد منهم ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب، يأوي الحمامات والكمامين والمقابر والمزابر، رائحة خبيثة لا يتطهر. والله كنت أتأمل أقول سبحان الله كيف ينام في الزبائن، حتى سبحان الله العظيم تقدم أحد الأشخاص إلى أمير الرياض يحفظه الله وإياكم، فقال إن هناك بيت مهجور في الحي أرعب أهل الحي وآذاهم، تخرج منها أصوات غريبة ويخرج منه نور، لمبات إضاءات خفيفة أزعجت أهل الحي. جاءت برقية الأمير وكعادته حفظه الله سمو أمير منطقة الرياض، برقية عاجلة في الليل، عليكم التوجه لهذا المكان، وفي عاجلا وإفادتي شخصيا بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة وإفادتي بذلك. هذا الكلام كان في الليل. توجهت أنا ومجموعة من إخواننا رجال الهيئة إلى هذا البيت المهجور، ودخلت في هذا البيت وإذا هو بيت مهجور، أنرت بالكشاف فإذا في الجدار طلاسم قد كتبت ورموز مكتوبة في الجدار، في نهاية الطلسم المكتوب على الجدار مسمار ضرب، ثم في نهاية الطلسم عقد بعقد جاء بها ثم ربطها في نهاية الطلسم عقد، ثم في نهاية الطلسم وضع ملابس داخلية رجل وامرأة أجلكم الله، ثم رسم صورة امرأة عالية أجلكم الله، كتب في داخل فرجها لفظ الجلالة تقدس الله جل وعلا. ولم يكتفي الخبيث بذلك بل كرر الطلسم، ثم ضرب مسمارا آخر وكتب عقد، ثم وضع طلسما آخر. عندها الحقيقة أمرت بالكشاف فإذا في الجدار خرق عقد بعقد، لكنها ضربت بالسلاسل وضربت عليها بالأقفال. فقلت لإخوانكم من رجال هيا لعل الله جل وعلا ساقكم إلى هذا الرجل ليفك عنه السحر. هو موجود في العقد، موجود موجود، لكن الوقت متأخر. ثم نظرت فإذا بصور لنساء عاريات قد رسمها وقد وضع امتهانا واحتكارا للفظ الجلالة، تطأ المرأة بقدمها على لفظ الجلالة.